السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أكل برضه أكل جميل، ما أعرفش أقول عليه، مش عارف أصنفه بصراحة. فهو اللي لافت الخبز، في هنا خبز مقلي، شوفوا مقلي، هي نفس العجين مقلي أهو، حاجة كده إيه، وهنا عليه سمسم وبتاع، وهنا خبز تاني معمول في الفرن عادي، نفس الإيه، نفس اللي ده قشطة على قشطة، قشطة على جبنة، على جبنة أو بزبدة، جبنه قريش، دي جبنه قريش وعليها قشطه صح، وهنا برنجان وكده، وهنا بطاطس على بيض على بصل على ثوم، شويه حاجات جميله قوي. وفي هنا خبز تاني لسه طالع من الفرن سخن جدا اهو يا جماعه، شوفوا الجمال، اعملوا الخبز في البيت يا جماعه. وهنا ده ديت مشروب كده لذيذ قوي قوي، هات كده المشروب ده، علبه زبادي على شويه حليب على شويه ميه وشوية ايه كده، وقلبناها كده وعملناها طلعت ميكس كده تبلع كده ان شاء الله. نبدأ، يلا بسم الله نبدأ كده. ايوه تاكل يا جماعة، العيش التاكل من قبل ما نبدأ الفيديو، شوفوا مش عامل ازاي، شوفوا جمال، خلاص يا اخويا الله على البنجان يا مام، صايدي البنجان بتاعي كامل فين النهارده. الاكل النهارده العيش المقلي ده مودينا في حته تانيه خالص، بس انا عايز اعمل لكم مقارنه بين العيش المقلي ده هو نفسه اهو والتاني ده، شايفين عامل ازاي؟ عايز اشوف ايه المقارنه اللي بينه في الطعم، والله الاتنين جمال، والله العظيم الاتنين جمال، حاجة فوق الوصف. النفس بقى اللي بالزيت ده طبعا مش زي التاني ده، يعني ده اصح طبعا منه، ده معمول في الفرن عادي، شوف عامل ازاي والخمر عامل ازاي اهو اهو، لا يا جماعة غير المقلي ده هندخله بقى الفرن، لأن يعني ده على وشه قشطة وبتاع، شوفوه بس احنا سايبينه يخمر شوية. دي شوية بطاطس يا جماعة بالبيض والقشطة والثوم، هو بس تحس ان اللي بالزيت ده اطعم شويه. خلي بالك اللي بالزيت ده تلاقيه اطعم شويه وايه والانفار هيحبوه، انما هو التاني طعمه جميل برضه اهو، جوه مثلا كده جوه كده طعمه جميل برضه اهو، عامل ازاي؟ شايفه؟ ها؟ عجبك من دي؟ شوفوا مليون قشطه اللي في وشه ده، شوفوا اللي في وشه ده قشطه وحكايات. طب ايش في تليفون يا سعيد؟ عمود تقع لزمتك التليفون يتعمل فيه ايه؟ الله شوفوا يا جماعه بجد انا محتار اكل منين؟ والمالي ده طلع حكايه بجد، عامل ازاي يا مسعيده؟ المالي ده طلع جميل قوي، هو بقى النفس يا جماعه، يعني النفس بتبقى عاوزه الحاجات دي اللي هو المقلي، يعني انا اقصد المقلي، انما انت تعمل بقى ايه خبزه زي ديت تقوم عامل شويه مقليين وشويه ايه
في الفرن، بس الزيت يبقى جديد ونضيف. العجينه ليه وخميره؟ ليه وخميره ومعلقه صغيره؟ حلو قوي، حلو قوي قوي الله. المشروب ده جميل، المشروب ده جميل. جميل. اللهم صل على النبي. بجد يا جماعه هو خبز عادي من اللي احنا بنعمله، عاملين فيديوهات كتير قوي للعيش، هو نفس العيش. بتفرده وبتنزله في الزيت كده زي ما انت شفته كده في ال، شايف؟ حاجة بجد يعني حاجة فوق العظمة، فوق العظمة، فوق العظمة. شوف انا باكل ال البطاطس عاملة ازاي؟ البنجان العالمي. جميل قوي يا مصاري، اكل حلو قوي قوي بجد، تسلم ايديك حقيقي. يعني العيش حتى العيش عامل ازاي؟ له لا اعمله اللي بالزيت ده يا جماعه، هو نفس انت نفسك هتجيله اصلا. شفت بقى البقلاوه، شفت اي حاجه البتاع المشبك البتاع ده، بس ده حادق بقى طبعا. الله سبحان الله. هو عامل جبنة خلاص. محمس نفسه. محمس نفسه. هو محمس ازاي؟ شوية الكوباية دي علبة زبادي، شوية سكر أو عسل، وتزود لبن بقى وتقلبهم كده وتحلهم كده، إيه هيطعموا لك الأكلة اللي جميلة دي. بس الأكلة بصراحة فوق الوصف. شوف دي خمران إزاي، شوف خمران إزاي. طبعا يا مش عايز اغمس الدوق ده، كنت عايز اجرب ده. اصل ده خد 5 دقايق زياده. شوفوا 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 الخمر بتاعه عامل ازاي، شايف؟ شايف ده واخد ايه يعني 15 دقيقه في الفرن اهو. شوفوا شايفين حاجه. اعملوا ليش يا جماعه؟ ليش في الفرن في البيت بصراحه بيعمر البيت. حلو قوي، حلو قوي قوي. شايفين؟ تك
الله الله الله، اللهم صل على النبي. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، الفيديو جميل، الاكل حلو قوي، اعملوا العيش. هي نفس نفس العجينه اللي احنا عاملينها قبل كده كم مره في الفيديوهات، تعملها تفرك كده وتحطها في الزيت زي ما انت شفتها كده، اللقطه اللي احنا جبنا لقطه كده بس، لان انا ايه يعني، بس هي مفهومه يعني. نشوفكم بخير، السلام عليكم.